بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمة والإنسانية والحب. بسم السلام من أرض السلام. السلام عليكم ولكم وبكم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، شباب مصر والعالم، أرحب بكم على أرض سيناء الحبيبة في ختام منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة. وأستدعي بكل فخر مجهودات آلاف من الشباب الذين عملوا ليل نهار لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. الحضور الكريم، إن التجارب المضيئة التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام إنما تضيف لشعاره إلى جانب السلام والإبداع والتنمية معنى جديدا وحقيقيا، وهو الإنسانية. الإنسانية قلب البشرية النابض بالمحبة الذي يحركه عزم الشباب الواعد، مفتاح الحياة وكلمة السر لتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات في كل ربوع الأرض. هنا بدأ الحلم منذ عامين وتجلت الفكرة. هنا قالت أرضنا الفتية: أستطيع أن أحقق المستحيل بسواعد الشباب، فهم الرقم الصحيح في معادلة الإرادة والتجرد والتفاني في حب الوطن. ومنذ نسخته الأولى أثبت منتدى شباب العالم أن حواجز اختلاف الأعراق والإثنيات والألوان والأديان وحدود الخرائط تتهاوى أمام كلمة كلنا إنسان، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة تستطيع أن تتحاور بلا صدام، تتحدث مع بعضها دون خوف وتتطلع للأمام. والآن وفي عامه الثالث نعلن بكل إعزاز أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية ومؤسسة مكتملة الأركان تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر، ويعتز بها سفراؤها حول العالم. فهنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف ألا ممكن، وأن كل ما يتمناه المرء ويسعى إليه جاهدا لابد أن يدركه. الحضور الكريم، إننا إذ نؤمن بأن خير الأقوال ما يعززه العمل، نعلن على حضراتكم توصيات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة على النحو التالي: إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومعمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي. الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي. إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سبل تمويلها. الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرالي لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية. ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي. قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة. الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة. إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة. إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات بلوك تشين في المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منصة World Youth Forum Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال. إطلاق مبادرة عالمية بعنوان الفن من أجل الإنسانية كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئتهم. إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم. أخيرا وليس آخرا، نرجو أن يكون منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية، وأن يكون مشاركوه دائما
سفراء حب حول العالم. وتحية من القلب لكل من تمكنوا من الحضور ولكل من حاولوا ولم تحالفهم الفرصة، متمنيين لهم التوفيق بالعام المقبل. نراكم على خير ومنتدى شباب العالم 2020، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.